السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كنزي لايف. وي أختي بتسأل وبتقول: لو أهلي اتصلوا بيا وسألوني أهل زوجك عاملين معاكي إيه، أحكي لهم وتتحسب عليا غيبة ولا ما أحكيش وتتحسب عليا عقوق؟ طب خلينا متفقين كده في الأول إن كلامك عن أهل زوجك مع أهلك ما هوش فرض، يعني ربنا عز وجل مش هيحاسبك إنك ما حكيتيش لوالدتك وإخواتك اللي بيحصل فيكي من أهل زوجك، بل بالعكس انت مطالبة بتحسين صورة اهل زوجك قدام اهلك اكراما للراجل اللي انت عايشة في خيره وبتاكلي وبتشربي وبتلبسي وبتتعالجي من تعبه وشقاه. لازم تخلي علاقتهم ببعض كويسة، يسألوا على بعض، يشوفوا بعض في المناسبات، يزوروا بعض، المريض يزوروه، في مناسبة يروحوا يباركوا، في عزاء لا قدر الله يروحوا يشاركوا، لكن مش لازم كل حاجة اروح احكيها لاهلي، لان انا كده بنقص من قدر زوجي قدام اهلي. طب هل زوجك هيفرح انك بتجيبي سيرة اهله قدام اهلك؟ لا مش هيفرح. طب هل اهل زوجك هيفرحوا بكلامك عنهم؟ لا مش هيفرحوا، بالعكس هيزعلوا وهيقطعوا كمان تعامل معايا لاني بتكلم عليهم وحش. فمدام هيزعلوا من الكلام يبقى كلام مكروه سماعه، وبالتالي فهو غيبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الغيبة قال: هي ذكرك اخاك بما يكره. حتى لو الحاجات الوحشة اللي بتقوليها دي موجودة فيهم برضو ما تتحكيش، عشان في ناس كتير بتقع في الغلطة دي، تقولي لها حرام تغتابي فلانة، تقولك انا ما بكذبش الحاجات دي موجودة وفيهم وحقيقية. حبيبة قلبي، ما هي الحاجات الحقيقية دي لما تتقال وتشوه صورة الناس تبقى غيبة، اما لو مش حقيقية فهي حاجة تانية خالص اسمها بهتان وكذب، ودي مصيبة تانية غير الغيبة. امال احكي امتى؟ تحكي في حالة واحدة بس، لو في مشكلة ولجأتي لأهلك عشان يتدخلوا ويحلوها، أو ليكي حق ضايع وحد هيجيبهولك، ده بس اللي تحكيله، غير كده ما تحكيش. ما تبقاش سيرتهم وسيلة تسلية وتضيع وقت مع أخواتي وصحابي. وشفتي العيشة السودة اللي أنا عايشاها يا ماما مع أهل زوجي؟ شفتي الجبارة المفترية بتعمل إيه فيا؟ وتقعدي بقى تسلخي فيهم بينك وبين أهلك وتقفلوا السكة وترجعوا لحياتكم تاني، فحوار مفيش منه أي فائدة غير إنك هتجني وبس سيئات ليكي ولأهلك اللي هيقعدوا يسمعوا الكلام ويتكلموا معاكي عليهم، وطبعا هيتحمقولك وهيشتموا فيهم من وراهم وياخدوا ذنوب بسببك. فالعقوق الحقيقي هو إنك هتركبيهم ذنوب بالكلام معاهم عن أهل زوجك. لو خايفة من العقوق فعلا ما تركبيش أمك وأبوكي وإخواتك ذنوب الغيبة بسببك. طب أقولي لما يسألوني؟ قولي الحمد لله احنا بخير بس، وتقوليها صح، مش تقولي الحمد لله اهي ماشيه هنعمل ايه بقى منهم لله ربنا ينتقم منهم، لا مش كده، تقولي الحمد لله يعني الحمد لله وبس وتقطمي. ما دمتي على ذمه زوجك ففرض عليكي انك تحترميه وتحترمي اهله. مش عاجباكي العيشه معاه وشايفاهم مبهدلينك وهو ما بيجيبلكيش حقك ومبهدلينك وخلاص بقى مش طايقه العيشه، انفصلي عنه. الانفصال ارحم بكتير من الذنوب اللي هتاخديها من الكلام عليهم. وبالنسبه لاهل زوجك، لو مش عاجبك التعامل معاهم اقطعي معامله معاهم، لو بيأذوكي تقدري ما تشوفيهمش بقيه حياتك، مش هتاخدي ذنب على مقاطعتهم ما داموا مؤذيين، اصل هشيل ذنوب بسببهم ليه؟ ما تعرفيهمش تاني وخليكي في حالك، هما ليهم ابنهم وليهم ولاد ابنهم وبس. ما دام مفيش عمار بينك وبينهم، ما انتيش عارفه تصاحبيهم وتتعاملي معاهم بالحسنى، ابعدي عنهم بدل ما تحتكي بيهم وتشيلي ذنوب انت واهلك طول سنين عمرك. واشوفكم في سؤال جديد ان شاء الله.